بسم الله الرحمن الرحيم. أيمن نور أكيد سمع محمد مرسي بيقول عليه إيه، وأكيد أيمن نور اللي يدير أزرع الإعلام بتاع جماعة الإخوان الإرهابية اللي موجود في تركيا، إنه مرسي بيقول عليه البتاع اللي اسمه أيمن نور. ده رأي مرسي في أيمن نور، اللي أيمن نور عمال يتكلم على الإخوان، وعمال يدعم الإخوان، وعمال يدافع على الإخوان، ويفتح قنوات للإخوان لإحداث فوضى في مصر على مدار من 2013 لحد دلوقتي. رأي مرسي هو رأي الإخوان، يعني أي إخوان يتكلموا أيمن نور فيقول لك البتاع اللي اسمه أيمن نور. هم رأيهم كده في أيمن نور بالمناسبة، رغم الإخوان، وأنا بقول لكم يعني للناس تنسى كمان 2005 لما نزل أيمن نور انتخابات 2005 أمام الرئيس الراحل حسني مبارك، اللي اداله الأصوات مين؟ 250 ألف صوت، الإخوان. أيمن نور ما عندوش كان شعبية ولا عنده حاجة يعني. ده مرة عمل تمثيلية في انتخابات مجلس الشعب في الظاهر، وحد ضرب نار على كده، قصة حقيقية موجودة، أوراقها وتحقيقاتها موجودة في النيابة ومؤسسات الدولة بالكامل، كنت شاهد عيان عليها واحنا موجودين. جت مراته جريت، كنا بنغطي الانتخابات، الحقوا ده أيمن وضرب عليه نار ودوه مستشفى السلام. بعد كده اتقالك ده تمثيلية عشان ينجح، عشان يحصل تعاطف معاه. الكلام ده كان آخر النهار قبل ما يقفلوا الصناديق، وحصل بالفعل تعاطف في هذا الوقت. ففي ألاعيب كتيرة بتحدث واحنا عارفين وشاهدين عليها ونشرناها وكتبناها بقالنا سنوات طويلة. فالإخوان في 2005 ادوا أيمن نور الأصوات ال 250 ألف صوت، ودخل الانتخابات وطلع في المركز الثاني قبل الدكتور نعمان جمعة اللي كان رئيس حزب الوفد في ذلك الوقت. الإخوان وقفوا مع أيمن نور، الإخوان دعموا أيمن نور، ما كانوش ضد أيمن نور زي ما محمد مرسي يقول لك البتاع اللي اسمه أيمن نور، بيقول لك مزهقني، بيكلمني كل شوية ويلملنا كام واحد 20 30 40 50، قال لك عليه حاجة صعبة قوي. وقال لك إبراهيم المعلم، يا سلام، ظهر إبراهيم المعلم النهاردة على الاختيار. وخطورة الكنبة بتاعت كل الكنبة اللي قدام حضراتكم ديت كنبة تاريخية، يعني هذه الكنبة لازم توضع في متحف عشان يعني لها تأثير خطير. فأنا بناشد اهو الكنبة اللي قدام حضراتكم ديت لازم يبقى لها مكان كده ويتقال انه كنبة الاعترافات، كنبة الاعترافات الحقيقية. عندما يتحدث قيادات جماعة الإخوان الخونة عما بداخلهم عن الناس بالكامل، النهاردة بيتكلم على أيمن نور، وبيتكلم على إبراهيم المعلم، وامبارح بيتكلم على 6 ابريل، وبيتكلم على غير، وقبلها بيتكلم على مفتوح، وقبلها بيتكلم يعني، وابو الفتوح يجي على نفس الكنبه بيتكلم عليهم، والشاطر يجي على نفس الكنبه بيتكلم على الاخرين. وبالتالي هذه الكنبه مهمه جدا، لازم يعني يتعمل لها كده مكان، وما فيش اي مشكله عشان الناس عايزه تعرف هذه الكنبه اين هذه الكنبه. طبعا كلمك على ابراهيم المعلم، وخطوره الكلام النهارده على ابراهيم المعلم ايه؟ انه قال لك ابراهيم، محمد مرسي نطق، محمد مرسي وبديع عمال ايه يرفع ايديه وخلاص ناقص يشق هدومه، بديع من الزهق، الناس مزهقينهم في عشتهم، الناس كانت عايزه من الاخوان، الناس عايزه من الاخوان، ايه اللي كانوا عايزينه؟ ازاي بيقعدوا تحت رجل الاخوان؟ ازاي ناس المفترض بيطلق عليهم مثقف او ليبرالي او شيوعي او يساري او يمين، ازاي كان الاخوان بيدوروهم كده زي ما بيدوروا الميليشيا بتاعتهم؟ ازاي واحد زي ابراهيم المعلم سمع وطاع بالنسبه للاخوان؟ ازاي يعني مرسي بيتكلم عنه بالطريقه دي؟ ازاي وبديع واحد زي ايمن نور، انتوا كل واحد فيكم عايز مكان، عايز مكاسب، عايز تحقيق على حساب البلد، وانتوا فكرتوش يوم في البلد؟ وانتوا كل واحد فيكم بيفكر في نفسه بس ومشروعه؟ ما حدش فكر الدولة دي اخبارها ايه ومشروعها ايه وعايز ايه وهدفها ايه؟ كله بيجري على الاخوان، كله بيتحالف مع الاخوان، كله عايز يدي يقف مع الاخوان.
فقال لك ابراهيم المعلم ده مزهقنا، قال لك اتكلمني كل شويه ويقول لي انت بابا وانت ماما وانت انور وجدي. ده مرسي بيهزر، ده مرسي بيهزر لما ليه هو بيتريق على على ابراهيم المعلم طبعا بيتريق عليه. فتاني بقول الكلام اهميه الكلام ده، انه كيف ترى جماعه الاخوان الارهابيه وقيادات الجماعه وكل التنظيم الناس اللي قربوا منهم، الناس اللي ساندوهم، الناس اللي دفعوا لهم، الناس اللي فتحوا لهم صفحات جرايدهم، فتحوا الجرايد بتاعتهم يا جماعه والمواقع والبرامج بتاعتهم لدعم الاخوان. عشان ايه؟ عشان البلد. انا عرضت قبل كده حاجات هنا في البرنامج ده من سنوات يعني، وشفنا الواد احمد منصور الهارب ده كان بيشغل واحد صحفي في الشروق، وعرضنا الكلام ده مش سر يعني، عرضناه وقول له يا فلان اكتب، يا فلان يا محمد اعمل الكلام ده، ويديله المعلومات ما بيديلوش معلومات، بيديله شائعات تنشر. وقلنا الكلام ده من سنوات، ولكن النهارده ظهور ابراهيم المعلم كمان على لسان مرسي يقول لك ابراهيم معلم عمال وجع دماغنا، انت بابا وانت ماما وانت انور وجدي. الله، مين بيطبع كتب الاخوان القرضاوي المجرم ده وكتب سيد قطب وكتب الاخوان؟ مين كان بيطبعها؟ مين كان بيطبع الكلام ده؟ مين كان بيعمل انتاج لحلقات تذاع في قناه الجزيره؟ مين؟ برامج حواريه؟ مين؟ مصر. تفكير في البلد، تفكير، الايمان بالوطن. فكمان الاختيار انت بتكتشف حاجات كتيره ممكن يعني بتغيب عن الناس، ولكن اهميه الكلام ده توثيق لمواقف الناس، مواقف الرجال، مواقف كل واحد، مين مع هنا ومين مع هنا. ما هو ده ما حدش هنا يقدر يقول لك ما قالش مرسي، ما حدش يقدر، ضد صوت وصوره، ما حدش يعني الكلام واضح وكلام موثق. فتاني بقول الوطن ده اللي وقف مع مصر في الوقت ده واللي منحس للاخوان في الوقت ده يا جماعه يا نهار ابيض. بس طبعا في ناس انحازوا للاخوان واستفادوا، يعني في ناس انحازوا للاخوان ووقفوا مع الاخوان وحققوا مكاسب، قولا واحدا حققوا مكاسب، طبعا حققوا مكاسب والناس عارفه وكله والراي العام والشارع كله عارف مين اللي وقف مع الاخوان خد مكاسب. في ناس تانية ولا شيء بغض النظر عن الموضوع. لكن كمان ما انت حضرتك النهارده لما تيجي تقول لي ابراهيم المعلم، اما تيجي تقول اسماء تانية وغيرها وغيرها وغيرها، ما المواطن النهارده بيسمع الكلام ده، وبعدين وبعدين بتعري وتعري للناس خلاص، تعري بتقول بتوضح كمان رؤية الإخوان في الناس زيت، وبالتالي إنه حتى قواعد الإخوان النهاردة أو التنظيمات بتاعتهم شايفة الكلام ده إزاي. أنت النهاردة ما تيجي تتكلم على تهريب السلاح من قطاع غزة، الله، والأنفاق، ما هو كان هو ده كان حد بيقول عليه، هو كان موجود والشهداء شهدائنا في سيناء والعمليات الارهابيه. طبعا سيناء بسم الله ما شاء الله النهارده، بسم الله ما شاء الله النهارده، الله اكبر النهارده، سيناء النهارده حاجه تانية. دفعنا ثمن غالي جدا، شهداء كتير طبعا من ابطالنا القوات المسلحه والشرطه دفعوا ثمن، ولكن في الاخر عملوا ايه؟ الحمد لله سيناء النهارده بتعمل تنميه حقيقيه في سيناء، وضع امني مستقر، يعني وضع واستثمارات بمئات المليارات في سيناء النهارده تنميه حقيقيه. ما انت تحمل سيناء من ايه؟ تحمي سيناء ازاي؟ هتحميها بايه؟ هخلي الجيش قاعد طول الوقت؟ لا، اخلي لمين؟ انا عايز اهالي سيناء، كل اهالي سيناء اللي انا بقول لهم كل سنه وانتم طيبين طول الوقت على اللي بيقدموه للدوله المصريه، بيقدموه لبلدهم، بيقدموه لينا، والدور الكبير اللي قدموه اهالي سيناء على مدار تاريخ مصر، لهم ادوار وطنيه عظيمه كل اهالي سيناء. اما تيجي النهارده العمليات اللي كانت
كنا بعد الشر يعني في رمضان 2017 ولا 2016 الايام الصعبه اللي مرينا بيها. كان ايه اللي بيحصل؟ كل يوم افطار على وانه عندنا شهداء كل يوم. لكن النهارده الحمد لله ده نتيجه لايه؟ نتيجه الدوله ودور الدوله ومؤسساتها قوات المسلحه والشرطه، وانك النهارده بتعمل التنميه الحقيقيه في كل حته في سيناء. النهارده انفاق حقيقي بيتم في سيناء على ارض سيناء. عندك الانفاق اللي اتعملت عشان سهوله التنقل، عندك المشروعات اللي بتتعمل النهارده زراعه واراضي واكثر من نص مليون فدان، وعندك انفاق كبير جدا داخل سيناء يقترب من ربما اكثر من 500 مليار جنيه. انت عايز تعمل ايه في سيناء؟ عايز بدل موجود نص مليون 600 الف موجودين، انا عايز مليون واثنين وثلاثة مليون مواطن يبقوا موجودين في سيناء. انت بتعمل مدن كمان، مدينة سلام وغير مدينة سلام، اسماعيلية الجديدة، كل ده شرق القناة، كل ده داخل سيناء. بتعمل تنمية كبيرة جدا داخل سيناء النهاردة. الانفاق النهاردة غيرت المكان ازاي؟ وانت رايح وراجع بتاخدها في قد ايه؟ كالاولى قد ايه؟ تقعد وقت قد ايه؟ حتى لو عربية نقل، حتى لو بتنقل خضار وفاكهة، حتى لو اهالي سيناء او حتى الناس اللي لها استثمارات في سيناء، شوف الوقت كانوا بيقعدوا قد ايه في عشان يعدوا الناحيه الثانيه. النهارده بقى الموضوع بسيط، دقائق بتعدي من الشرق الغرب او العكس، ما بقاش عندك مشكله. ما انت النهارده عندك مصانع بتتعمل، استثمارات كبيره جدا بتتعمل في سيناء، عندك زراعات ومزارع بتتعمل في سيناء بمئات الالاف من الافدنه بتتعمل النهارده، عندك محطات سواء بحر البقر او المحسمه او غير، ما كل ده عشان الاراضي اللي في سيناء، بتعمل كل ده عشان سيناء، عشان الزراعه في سيناء. هي دي التنميه. لو انت عايز بقى تعمل وعايز تحافظ على ارضك وعايز ان يبقى عندك ناس موجودين باعداد هائله، هم اللي موجودين، هم اللي هيتولوا، هم اللي يزرعوا، هم اللي يسكنوا، هم اللي يحافظوا على الارض ديت. ده الوضع في سيناء. كنا قبل كده كده؟ لا خالص، كان قبل كده وضع صعب جدا، لكن الحمد لله النهاردة شوف رمضان السنة دي ورمضان اللي فات واللي قبله كام سنة اللي فاتوا، بس النهاردة الحمد لله بشكل واضح تقدر تتكلم على سيناء زي ما انت عايز، امن وامان على اعلى مستوى. والاجراءات اللي انت عملتها، انت عملت ايه النهاردة بانفاق وغير انفاق واجراءات خدتها النهاردة؟ والنهاردة واحنا بنشوف المسلسل تهريب السلاح من الى ليه؟ ايه السلاح ده هيعملوا بيه ايه كله؟ هيعملوا ايه في سينا كل السلاح ده؟ ما هو قال لك سينا دي عايزينها هي المقر بتاع تنظيم القاعده والتنظيمات الارهابيه. مش ده قال لك البديل بتاع الرقه وشمال سوريا وشمال وشمال العراق؟ ما هو مش قال لك كده؟ وغرب العراق؟ قال لك البديل كان هيبقى سيناء. شوف يبقى انت كان بيخطط لك من امتى؟ هو ده، ان انت عايز هذه القطع الغالية علينا والعزيز علينا كلنا، كل شبر في سيناء عزيز على كل مواطن مصري بيحب بلده. كانوا عايزين يعملوها ايه؟ يعملوها مقر للتنظيم الارهابي الدولي بترتيب مع جماعة الاخوان الارهابية والميليشيات بتاعتها والاجنحة العسكرية بتاعتها. ده اللي كان الموضوع. الله، مش حاولوا يعملوا قبل كده وينصبوا خيام وبتاع وتقال لهم ارجعوا محدش هيقعد. الله، مش كانوا عايزين يعملوا كده؟ الرئيس محمود عباس معايا انا شخصيا في حوار معايا شخصيا في 2015. الرئيس محمود عباس لما قال في الحوار، الحوار موجود بالمناسبه، ان مرسي لما قال له هنحل المشكله دي وناخد هنديكم الارض ديت، مساحه من الارض بتاعه سيناء، شقفه، قال كده شقفه من الارض ديت تاخدوها وتحلوا مشكلتكم. سهل قوي، كان عندهم يسيبوا اي ارض لانهم ما يعرفوش بالوطن ويعرفوا قيمه الارض ايه. قيمة هنا الشهداء، شهدائنا، يبقى أرضي أنا أروح أسلمها وأنا دفعت دم شهداء عشان أحررها، ما يبقاش عندي ولا واحد من العدو الإسرائيلي موجود ولا شبر يبقى تحت الاحتلال، كل أرض محررة. ده التمن. عشان كده النهارده بتعمل فيها كل التنمية في كل حتة في سيناء. وسط اللي ما كانش حد بيسأل في وسط سيناء تعمل فيها تنمية، وشمال سيناء تعمل، يبقى أنت بتعمل سيناء تنميه كبيره جدا على ارض سيناء. فتشوف النهارده مرسي والجماعه يتكلموا ازاي، ويتكلموا على الناس بتوعهم ازاي، ويتكلموا على الناس اللي هم بيساعدوهم وبيساعدوهم. المهم في كلام مرسي اللي هو ال 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 الفيديو اللي هو بيوثق حقائق، ان هم ازاي بيتعاملوا مع البشر، بيتعاملوا مع الناس اللي هم بي بي
حاطين الاخوان قدامهم وماشيين وهم وراهم. يعني الاخوان ماشيين وواخدين دول قطيع وراهم كلهم، ايمن نور والمعلم وغير المعلم وكل، ومن هو الليبرالي ومن هو يساري ومن هو شمالي وست ابريل واللي معاهم كل الناس اللي كانت مع الاخوان. اخوان لا يعترفوا بهؤلاء، عايزينهم لمصلحتهم، مصلحتهم هو مصلحه الاخوان كانت عايز الناس دي تبقى حواليهم. مش قال لك يجيبوا لنا مش عارف مجموعات من الالتراس وناس يعملوا لنا ايه؟ مش قال كده امبارح؟ هو مين عمل الالتراس؟ مين اللي عملها؟ مش خيرت؟ مين اللي كان بيمول؟ مين اللي عمل الكلام ده؟ وحازم واسماعيل عمل مجموعات اخرى، مش دول اللي كانوا بيعملوا الكلام ده؟ عشان تعمل ايه؟ بس النهارده الحمد لله ايد البلد قويه جدا جدا، ولا هتسمح ابدا بالهرتله اللي كانت بتحصل في هذا التوقيت ابدا. اللي في البلد النهارده في منتهى القوه، رغم المشاكل والشكاوى ووضع اقتصادي واسعار زي ما انت عايز، قول زي ما انت عايز، قول زي ما انت عايز لحد بكره، قول معاك في اللي انت بتقوله. عندنا غلاء اسعار، عندك مش عارف، عندك ما بقولكش لا، لكن افتكر المشهد اللي قدامك ده، ناس كان هيقتلوك. مش تقولي سعر وسلعه، انا معاك في السعر والسلعه. ماذا لو بقي الاخوان في حكم مصر؟ ماذا لو اصبح حازم اسماعيل هو اللي بيحكم مصر او البرادعي او ابو الفتوح؟ ماذا لو تقولي اسعار؟ انا معاك في الاسعار، وانا اقول لك لا، حقك انك تشتكي، حقك تقول عندي اسعار غاليه، حقك تقول، انا بقول لك حقك، بس بقول لك على الجانب الاخر لازم يبقى عندك نظره تانية. قول ده بس في نفس الوقت قول ده ربنا كرمنا، ده ربنا حمانا، ده ربنا نجى البلد ديت من المصيبه اللي كانت رايحه لها، اللي كانت دي المصيبه، ده احنا ربنا نجانا من ايام سوداء في حكم هؤلاء الخونه اللي قدامك، دول الخونه. معقولة يا جماعة؟ يبقى أنا بنسى كل حاجة وأمسك في ده. وبعدين؟ عايز بلدك تقوم أو تفضل بلد مستقرة، ولا عايز بلدك دي تتدمر وتنهار وما ترجعش تاني؟ إحنا عايزين إيه؟ عايزينها. إحنا كنا داخلين كان هتبقى الدنيا، بس دخل كورونا ثم دخلت الحرب الأوكرانية الروسية. وحد كان متوقع كورونا؟ ولا حد كان متوقع هيبقى في ازمه روسيه اوكرانيه؟ ولا حد كان متوقع. شوف معدلات النمو اللي كانت دوله داخله عليها تحققها، معدلات نمو. شوف 2019 كان حتى معدلات السياحه عندك شكلها ايه؟ تقترب من 2010. في 2019 قبل كورونا كنا داخلين على ما الانجاز اللي بنتكلم عليه دايما، 2010 اعلى معدلات سياحه في تاريخ مصر. ده انت كنت داخل 19 اكتر من 2010. بس الله ده حكمته. هنتحمل مع بعض ونشيل مع بعض، ولا الرئيس هيشيل لوحده، ولا الحكومة؟ ومحدش بيعرف يشيل، محدش بيشيل لوحده. الأمريكان بيعملوا إيه النهاردة؟ صديق عزيز امبارح بريطانيا بعت لي صورة كيلو الطماطم بخمسة ونص استرليني، كيلو الطماطم في بريطانيا امبارح. زميلنا الإعلامي خالد مصطفى، مش بقول لك وتيجي تقول لي اصلا بيقبضوا كام وبيقبضوا كام، ما احسب حضرتك الدخل والدخل، لكن في الاخر النموذج ايه هو؟ الغلاء في كل مكان. مفيش دوله ما فيهاش ازمه اسعار وارتفاع اسعار، كل العالم. طب الدوله عملت اول امبارح يوم الجمعه عملوا ايه؟ زودوا سعر البنزين كام؟ 25 ربع جنيه. بس حافظوا على ايه؟ حافظوا على ايه؟ السولار، وده الاهم. السولار، ليه السولار؟ الدولة تشيل الشيلة كلها بالكامل، الدولة ليه حضرتك؟ عشان لو زاد السولار كل حاجة في البلد هتزيد. يعني شوف احنا بنشتكي النهاردة اسعار الحاجة اللي انت بتشكيها النهاردة، لو السولار زاد الحاجة دي اضرب في واحد او اتنين او تلاتة او ممكن اربعة، زود زي ما انت عايز. السولار مرتبط بكل شيء حتى وسائل المواصلات. في حد زود وسائل المواصلات النهارده؟
في ميكروباص وحضرتك بتركبه زود وسائل المواصلات ما يقدرش. السولار ما زادش فهو مزاج ما يقدرش يزود. واجهزة الدولة يوم الجمعة كلها كانت في الأسواق وفي المواقف وبتلف وعاملة إجراءات وتعليمات وتحذيرات طبعا، ولازم يحذر عشان في ناس لا تلتزم، في ناس تصدق يقول لك زاد، لا ما زادش، انت ما زودتش السولار، انت حافظت على السولار. وده ارقام الدولة تتحملها بالكامل. ليه؟ عشان احافظ على الاسعار حتى لو الزيادة ما تزيدش اكتر، احافظ على حركة انتقال الناس ما يبقاش عندي مشكلة، والناس يبقى كل شوية يقول لك زودنا اسعار وسائل النقل، وبعد شوية بالمناسبة هيبقى عندك وسائل النقل يعني الحديثة اللي انت شغال عليها النهاردة، مش هتستغنى على حاجة ولا هترمي حاجة ولا هتركن حاجة ولا حد يتأثر، اللي عايز يركب ده موجود واللي عايز يركب ده موجود، هيبقى كل حاجة موجودة قدامك. واذا النهاردة انت بتشوف النهاردة البلد عايزة تسيب كل واحد، لا طبعا لا طبعا، ده دول عربية شقيقة، الامارات السعودية ودول منتجة البترول بتزود اسعار البنزين، فيش دولة بتزودش، دول العالم كله بيزود. من كام يوم كان معانا مجدي يوسف، ربما يوم السبت اللي فات او يوم الاحد اللي فات، تقريبا السبت اللي فات، انه عندهم بيبعتوا لهم الصبح في بلجيكا اسعار البنزين كام، والساعه 3 4 يبعتوا لهم اسعار جديده، ده في اليوم الواحد. في مداخله كانت معانا السبت اللي فات اللي هو قبل، مش امبارح اللي قبله. الدول بتعمل هتعمل ايه؟ امريكا، ما تشوفوا اسعار امريكا زادت قد ايه اسعار البنزين، لان ده موضوع عالمي، ازمه عالميه، الازمه العالميه الكل هيتحملها ومفيش حد بعيد عنها ومفيش حد ما تاثرش بيها. ده النهارده بيتكلموا على اسعار الغذاء الفتره القادمه هتزيد وربما ستؤدي الى مجاعه حقيقيه. منظمات الدوليه النهارده بتتكلم على كده، اذا طالت الحرب الروسيه الاوكرانيه وهي هتطول بالمناسبه، مش هتخلص بكره، ده عندهم ازمه النهارده في بعض المناطق في شرق اوكرانيا، دونيسك والدونباس، عندهم ازمه انه طالبين قوات الاوكرانيه تستسلم وغيره، والروس هددوا لو ما استسلموش هنعمل وهنتدخل وهنعمل، في مشكله هتحصل كمان اليومين الجايين. فالعمليه مش خلصانه، فانت لازم تبقى عامل حسابك انت الموضوع ده مستمر معاك شويه، قد يكون لاخر السنه، قد يكون العام اللي جاي، ما حدش عارف ايه اللي ممكن توصل له. هل العقوبات دي خلت روسيا تقع؟ ما خلتش روسيا تقع. ما الروبل النهارده؟ بالمناسبه الروبل النهارده الروسي سعره اعلى من قبل 24 فبراير قبل الحرب. النهارده اتكلم على 79 تقريبا امام الدولار. كان قبل كده حاجه و90، وبعد كده وقت الحرب وصل 140 ونزل، النهارده حاجه 79 او 78 امام الدولار. يبقى سعر الروبل سعره زاد، يعني العملة الروسية ما قلتش ما تأثرتش. هيحصل طبعا مشاكل داخلية، يحصل مشاكل بس روسيا كمان ما قالك عندنا، وفي نفس الوقت قالك الدول تاخد بالعملة بتاعتنا. ألمانيا شغالة في هذا الموضوع، بعض الدول الأوروبية النهاردة مش داخلين قوي في قصة انهم يمنعوا، لان عندهم مشاكل كمان، مصانعهم تتعطل، حياتهم تتعطل، عندهم مشاكل ضخمة جدا بالنسبة للعقوبات، والكل بيتأثر النهارده بالعقوبات. تعالوا نشوف محمد مرسي وبيتكلم على أيمن نور، بيقول لك البتاع اللي اسمه أيمن نور ده محمد مرسي اللي بيقول، يعني هو مش تزوير بس، وحتى ومرسي والإخوان شايفينه إنه حاجة لا ما تسواش شيء، مش يعني البتاع اللي اسمه أيمن نور صدعنا وقال لك وجع دماغي. اسمعوا، قال لك إبراهيم المعلم يتصل بينا انت بابا وانت ماما، وبعدين يعمل كاريكاتير مسيء ومهيج. قالك مش عارفين مش فاهمين بيعمل ايه كده ابراهيم المعلم. واتكلم على الواد الارهابي الخاين ده اللي اسمه عمر عفيف اللي قاعد في امريكا، اتكلم عليه محمد مرسي. محمد مرسي بيشوط فيه في الكل، وفي الاخر يجي يقول لك الاخوان. طب ادي الاخوان ولا معبرينكم؟ الاخوان معتبرينكم من الحاشيه بتاعتهم، من الضلالية بتاعتهم. يقول لك عمر عفيفي يحط خطة للهجوم على الميدان وهيحصل ايه والناس تروح فين. كان بيعمل كده، عمر عفيفي كان بيعمل كده، والناس كانوا عاملينه ايقونة، والحق عمر عفيفي ده هارب.
ده حرامي واحد قاعد في امريكا حرامي. مش طلع حد معانا هنا قاعد هناك وعارف تاريخ عمر عفيفي واتكلم على عمر عفيفي وفضح عمر عفيفي وتاريخ عمر عفيفي؟ طب اهو محمد مرسي بيتكلم على عمر عفيفي نكره بالنسبه لهم، نكره حاطينه تحت احذيه بتاعتهم. بكلمك بجد، ما تاخدش كلامي وانا بقول لك كده، غير هي دي حقيقه الاخوان، حاطين الناس دي كلها تحت الاحذيه بتاعتهم. نور والمعلم وعمر عفيفي وستة ابريل واشراكيين واي حد ساعد الاخوان، الاخوان حاطينه تحت رجليهم. هو انا قلت لك حاجه غلط؟ انا بقول لك اللي الاخوان بيقولوه عليكم، اللي مرسي بيتكلم عليكم، اللي مرسي بيقول عليكم، ما معناه كده ولا ليكم اي 30 لازمه ولا وليس لكم تاثير وغير موجودين. ردوا على مرسي، قولوا المرسي بيقول عليكم ليه الكلام ده؟ لانه شايفكم ناس لا غير موجودين اصلا، وانتوا اديكم نفختوا في الاخوان وساعدتوا العصابه الاخوانيه الارهابيه، وادي طلع الاخوان بفضايحكم بيتكلموا عليكم. دكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، مساء الخير على سيادتك. اهلا استاذ احمد، سيادتك والساده المشاهدين بحضرتك. خلينا نبدا من الاعمال الدراميه الهادفه زي الاختيار، له رساله مهمه وبيدينا رسائل للناس والراي العام، واصبح النهارده جوه مصر وبره مصر الجميع يتابع الاختيار، ولكن في نفس الوقت هناك بعض الاعمال اللي هي ممكن تشوه صوره، حتى لو عالم دين او حتى لو ازهري او حتى لو شخص يعني تسيء للبعض. حضرتك بتشوف ازاي الاعمال الدراميه؟ اولا يعني هنقسم الحديث الى قسمين زي ما حضرتك بدات، وانا تابعت الجزء الاخير من حلقه سيادتك الان، وهبدا بالاعمال الهادفه اللي هي زي مسلسل الاختيار اللي هي بتسهم في بناء الوعي. صحيح الشعب المصري كله عرف طبيعه الجماعه الارهابيه وانهم لا وفاء لهم ولا صديق لهم ولا صاحب لهم، وان طبيعتهم الخدر وخلف الوعد وكل الصفات. لكن الحقيقه احنا انا عبر برنامج سيادتك بوجه تحيه ليقظه الاجهزه الامنيه المصريه التي في احلك الظروف في ظل عنفوان الجماعه استطاعت ان ترصد كل ما رصدته وما نقلته على هذا المستوى بمهنيه ابهرت العالم. وكان في لحظه انت تعلم كان فيها المترددين والخائفين والمهولين، وقفت الاجهزه الامنيه ومن خلفها طبعا وامامها القوات المسلحه الباسله وكل اجهزتنا الامنيه ورجال الشرطه ضائعا حصينا لهذا الوطن. انا اقول لحضرتك اللي احنا بنسمعه وبنشوفه ده، انا هدي نموذجين. اتفضل. يعني اي حد يتابع لغه حد كان محطوط او كانت الجماعه حطاه صوره وشكلا، وانا في تويتر كتبت ان الدوله كانت بتضال ليس من القصر الرئاسي وانما من مكتب الارشاد واللي كان بيوجه خيار الشاطئ ومكتب الارشاد. هل لغه رئيس دوله طارقه الى اللي احنا سمعناه النهارده واللي سيادتك عرضته يقول انت بابا وانت ماما وانت انور مجدي؟ هل دي انور وجدي؟ هل انت انور وجدي؟ عفوا، انت بابا وانت ماما وانت انور وجدي. نعم. هل دي لغه يرقى لها يتحدث بها رئيس دوله في حجم مصر؟ حاجه في لقاء سيادتك عرضته قبل كده وتابعه الناس كلها لما قال كده اللي مش عارف اسمه مين، محمد رجب جامع 3000، وانا اتصلت بيه وقلت له خلال ساعتين هنبعت لك 30,000 يهدوا الدنيا وتضيع انت والناس اللي معاك. انا قلت هي دي لغه رئيس دوله ولا رئيس عصابه؟ عصابه. تخيل بدل ما واحد يقول له هنعمل القانون، رئيس دوله بيتكلم بالقانون ورئيس الدوله يقول له انت جامع 3000 خلال ساعتين هنبعت لك 30,000 وانت واللي معاك هتروحوا في داحيه. يعني هل هذه كانت هذه اللغه؟ هذا المسلسل اسهم في بناء الوعي واعاد الى الذاكره، حتى قلت قبل كده لكي لا ننسى ولا تلطئ الذاكره والناس ما تنساش. وبالمناسبه هذه الجماعه بخلاياها النائمه لم تكف ولن تكف عن محاوله اعاده انتاج انفسها باي شكل من الاشكال، مما يتطلب منتهى اليقظة والوعي سواء في مؤسسات بناء الوعي سواء الحقيقة أجهزتنا الأمنية مش عايز أوصايا لأنها أي مبدوها على أكمل وجه
في كل المجالات وفي كل المحافل. هل بيحاولوا معالي الوزير في المساجد حاليا؟ هل بيحاولوا؟ شوف، لا طبعا طبعا، انت عارف هم يعني نظام الكمون والتقية و... ولا صوت لهم، والحمد لله سيطرة تامة على المساجد. لكن هو بينتظر أدنى لحظة غفلة من أي حد. أدنى، هو يكمن طول ما أنت قوي. هذه الجماعات ضعيفة وهزيلة، وكانت تستمد قوتها من ضعف الآخرين. إذا وجدك قوي يكمن، لكن هو يعني بالتقية والمضاراة مما يتطلب منتهى اليقظة، ولذلك تأتي مثل هذه الأعمال لتذكر بطبيعة هذه الجماعة وتكشف حقيقتها. وطبعا إحنا يمكن اللي بيتابع التفاصيل كيف كانوا يتعاملون مع أصدقائهم، فما بالك بقى بمع من كانوا يتخذونهم أعداء. هذه الأعمال الهادفة اللي بتسهم في بناء الوعي بالحقيقة. على الجانب الآخر بقى، إحنا بنقول الفن الهادف هو الذي يبني ولا يهدم. الفن الهادف هو الذي يبني ولا يهدم. وأنا بقول حاجة أستاذ أحمد، في كل المجالات العلم سيادتك بقى، مش في الفن بس، في الفن، في الإعلام، في الصحافة، في كتابة المقالات، في الخطبة، في الدرس، في الندوة، الناس نوعين. في إعلامي أو إمام مسجد أو كاتب درامي عنده رؤية وعمق موضوعي، يعمل عمل فني رائع زي الاختيار، يدي خطبة موضوعية، يكتب مقال موضوعي، عنده قدرة على التحليل والعمق يجذب الناس. حد تاني مفلس ما عندوش بضاعة، هو عايز يشتهر وما عندوش القدرة على عمل جاد حتى لو كان درس في الجامع، فيعمل ايه؟ زي ما كانوا بيعملوا قبل كده دعاة الجامعات الإرهابية، يشتم في الناس، يسخر بالناس، زي اللي بنشوفه على بعض مقاطع اليوتيوب، ناس لا تملك إلا السباب والقذف والسب والشتم. هل ديننا، هل ديننا دين السب والقذف والشتم واللغة الساقطة اللي انت سمعتها واللي اتكلمنا عنها وتشويه الناس والتهويم بهم؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، يتكلم بالإيه؟ بالكلمة من سخط الله، يضحك بها جلساءه، يأتي بها الآخرين، يهوي بها في النار. احنا بنقول احنا ضد التعرض لأي فئة من فئات المجتمع. علماء الدين، الأطباء، المعلمين، المهندسين، جرح مشاعر أي فئة. الحفاظ على مشاعر الناس كلها، الحفاظ على مشاعر المؤمن ليس بسباب ولا فحاش ولا بذيء ولا يجرح أحد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، من غضب ربنا عليه، مش عشان يضحك بها الناس بقى، لا يلقي لها بالا، ما يفكرش هتجرح مين، ما يعيش احاسيس الاخرين. خدت بالك؟ طب ما بالك بقى لو كان هو فاهم وبيبحث عن التكسب، بيبحث عن السخرة، بيبحث عن اللايك والشير، بيبحث عن جماهيرية، بيبحث بيغازل جهة ما. وانا بقول لحضرتك حاجة، التطرف تطرف، سواء كان الى اقصى اليمين او الى اقصى اليسار. نعم. خلي بالك يا استاذ احمد. نعم. احنا عانينا، انت عارف حضرتك، جت فتره الدوله عانت من المتطرفين اليمينيين المتشددين المنغلقين المتاجرين بالدين، وعانت ايضا من المتطرفين اليساريين اللي ركبوا موجه الحاجات انت عارفها، واشتغلوا ازاي تحت مسميات وكذا. صح. والقضاء زي، ولعلمك زي اجهزتنا الامنيه اليقظه الواعيه، ما كشفت جماعات اهل الشر من التطرف اليميني هي فاطمه لجماعات اهل الشر من التطرف اليساري، وليس اقل خطوه من التطرف اليميني. ليه؟ دول وقود الجماعات المتطرفه. لما يطلع حد يهدم الثوابت. ايوه. وينال من ثوابت الدين. ويقول لك شوف بقى، بصوا احنا مش بقول لكم، يبقى انتم مش عايزين دين، يبقى القصه اللي كان معاكم معاش مش قدمت ده القصه بقى هنا معاك. فيعطي فرصه لوقود الجماعات المتطرفه انها تشتغل. ولذلك احنا بنقول ايه؟ الوسطيه بتاعتنا. ان احنا لا افراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير. لسنا مع التشدد، ولسنا مع التسيب والانحراف القيمي والاخلاقي وجرح مشاعر الناس، فضلا بقى لو كان تطاول على رجال الدين، تفسير خاطئ للنصوص. كل واحد في الحته اللي بيفهم فيها، رجل الاقتصاد خليك في الاقتصاد وركز فيه، رجل الطب خليك في الطب وركز فيه، القضايا الدينيه ارجع لاهل الاختصاص،
كح مشاكل. خلي بالك الشعب المصري والشعوب العربية متدينة بفطرتها. نعم. أخطر شيء إنك تجاحه في دينه في ثوابته في قيمه. يا أخي حاجة تانية ما تنساش حاجة، مصر رائدة طول في تاريخها. نعم. في نشر حمل لواء الدين داخل مصر وخارج مصر. تعبان لو سوحت صورة رجل الدين العالم الخارجي اللي الآن بيقف، أقسم لك بالله كم الطلبات. أنا هديك نموذج، إحنا عندنا السنة دي الأول مرة في تاريخ الوزارة 11 موفد في ألمانيا، شهر رمضان، 7 في كندا، ناس في إيطاليا، كل وبالمناسبة كثير من الدول بتطلب علمائنا على نفقتها بالكامل. طب ده لما أنا أديله الصورة السلبية، أنا بدعم القوة الناعمة بتاعتي. لا أقول لك بتبينه أنه مش عارف حاجة ومش فاهم في الدين، وأنه طب هقول لك على حاجة يا أستاذ أحمد، ولا حافظ القرآن ولا يعني ده. لما تطلعوا كده يعني سيادة الوزير وحضرتك رجل من العلماء الأفاضل، هل لما بتشوف هذا الأمر بتبقى زعلان غضبان متضايق؟ هقول لحضرتك يا أستاذ أحمد، طبعا فضلا عن عالم دين أو مسؤول، أنا كمواطن مصري كمواطن مصري يا أخي، المواطن المصري العادي اللي مش مسؤول ولا راجل دين ولا دعوة، لا يقبل ذلك على رجل الدين المصري. صح. الراجل المواطن العادي زعلان ما يرضاش ده. هقول لحضرتك بقى نقطة مهمة اختم لحضرتك بيها بقى. شوف السؤال الصح. أنا أشهد الله وأنا في رمضان، أشهد الله الواحد الأحد، فيما أعلم أن مستوى أئمة الآن الأوقاف وحفاظ وقراء مصر الذين يحيون رمضان في مختلف دول العالم، أشهد الله لا أعلم نظيرا لهم ولا كفء لهم في مستوى الحفظ والأداء، مجموع القراء المصريين لا مثيل لهم. نعم. هذه واحد. ووصلوا إلى درجة من الإتقان، وسيشرف عدد كبير بإذن الله منهم سواء من الأئمة أو من غيرهم، من في أسر يا أخي، أسر تحفظ القرآن وتفهمه، دول هيشرفوا بتكريم سيادة الرئيس إن شاء الله في احتفال الوزارة هذا العام. النقطة الثانية بقى، لو حد بيتابع على صفحة الوزارة وعلى صفحتي الشخصية، بدأت أكتب أئمة نفخر بهم وكاتبهم بالاسم وبمساجدهم، وروحوا اسمعوهم على المؤهلات اللي حصلوا عليها، على مستوى أدائهم، شباب يشرف العالم فهما ووعيا. طب هل احنا بنكتفي بده؟ لا، ده احنا بنعد برنامج لا أعلم أن دولة أعدتها على الإطلاق لتأهيلهم عشان نبقى إيه؟ قادة الفكر الديني في العالم، قادة الفكر الديني الوسط المستنير في العالم. هل وأنا بعد كدولة بعد رجالي اللي يقودوا اللي العالم كله يثق فيهم يطلع حد يشوه الصورة بقصد أو بغفلة؟ طبعا ده كلام مرفوض وغير مقبول. وذاك حاجة تانية، أنا كتبت كتاب من هسعد إن أنا بعت لسيادتك نسخة منه، الشأن العام بين حرية الرأي ومسؤولية الكلمة. أنت حر ما لم تضر، أنت حر ما لم تضر، وتقف حريتك عند حدود حرية الآخرين. وليس من الدين ولا من الوطنية أنك تجرح مشاعر أهلك وناسك. صح. أهلك وناسك عشان إيه؟ عشان أعمل إيه؟ هنا بقى الاتزان، وهنا دور الأجهزة الرقابة ذاتية، رقابة مهنية. ولذلك أنا بحيي سيادتك ليه؟ عندما يقول المجتمع ورجال الإعلام الوطنيون والبرامج الهادفة كلمتها، إحنا بنبني وعي صحيح، وبنقول للناس كلها إحنا بندعم أي عمل راقي بناء، والمجتمع لافظ لأي عمل هدام يخدش ويجرح اي مصري. احنا ضد جرح شعور اي انسان مصري. احنا استاذ احمد، الفن ده يعمل ايه؟ الفن والرياضه الاثنين لهم مهمه يرقيان بالذوق والاخلاق والقيم. احسب القصه دي، انت قبل ما تعمل عمل، هل العمل اللي انا بعمله هو مقصود لذاته كده بس اضحك الناس وامشي واكسب وامشي، ولا انا بسهم في بناء وعي امه؟ لازم يكون في رساله. احنا مش بقول الفن رساله، كل واحد يجي بقى يحلل الرسالة اللي أنا بقدمها من خلال هذا العمل. نعم. هل أنا بقدم رسالة بناء
ولا رسالة هدف؟ نعم. هل جمهور الناس بعد لك مش بعتد بضائي العام؟ لا يا أخي، لابد من الاعتداد بضائي العام والسوق العام والعرف العام. وأنا بقول لك أي مواطن لا يقبل الإساءة، نحن لا نقبل إساءة أي مواطن مصري، فضلا عن كوني عالم دين أو رجل دين نسوح صوته مما يسيء صورة الرجل الدين المصري في الخارج. هذا كلام طبعا ده بصفة عامة، إحنا مع البناء ولسنا مع الهدم. مع الوزير، ماذا عن ضوابط العيد إن شاء الله؟ وكل سنة وحضرتك دايما بألف خير. برضو بحيي العيد والأطفال والإجراءات اللي هتاخدها الوزارة. برضو بحيي سيادتك على هذا السؤال، لأن برضو أنت عارف جماعات أهل الشر ومنهم الجماعة إياها، نعم، بكتائبها وعنصاها الميتة، هم فقدوا الشارع وفقدوا التأثير الواقعي، فضوهم بقى إيه؟ القنوات اليوتيوب تهيئ والمواقع تواصل وتشويه الحقائق. احنا قلنا ايه؟ انا بدي حضرتك نموذج، وحضرتك رجل مصري اصيل عايش. العيد السنة اللي فاتت صلاة عيد الفطر وعيد الاضحى اتصلت بخير، حد حس بمشكلة؟ لا. حد اشتكى وقال ان نزلت اصلي العيد ما لقيتش مكان اصلي فيه؟ لا. لم تحدث مشكلة. لا. وتم صلاة العيد على افضل ما يكون. احنا قلنا ايه؟ نفس الضوابط اللي صلينا بها العيد الماضي والعيد اللي قبله، هي نفس الضوابط، بل بالعكس وسعنا بقى. كانت مصليات السيدات بنشترط ان تكون فيه واعظة معينة. نعم. السنة دي قلنا كل مسجد فيه مصلى للسيدات، نعم، زي ما هنفتح للرجال هنفتح للايه؟ للسيدات. نعم. وقلنا ان الصلاة هتكون في المسجد. طب لسه حد مأجلينها السنة دي؟ رئيس لجنة العلمية لأزمة كورونا قال يا أخوان احنا مش عايزين نفرض في التخفف من الإجراءات، لأن في موجات ارتدادية بتحدث في كثير من دول العالم، وإحنا بنحذر من التسيء من الانفلات في هذا الأمر حتى لا نقع في أي نكسة ارتدادية. إذا بنمشي بشيء من الإيه؟ من الوسطية. فتحنا صلاة التراويح، الناس بتصلي صلوات قائمة، قعدنا الدروس. لكن قلنا بقى هنيجي للاعتكاف والتهجد. الاعتكاف احنا لغايه دلوقتي بنقول انك بتيجي الجامع بالكمامه والمصليه والتباعد، احنا بنحل لك الجامع. نعم. وتعال اتفضل صلي. نعم. طب الاعتكاف ده فيه ايه بقى؟ الناس هتنام نفس وفي نفس بعض، والناس هتقعد تاكل، هتخلع الكمامات. الحاجه الثانيه، الجامع مش مجهز زي فندق ان كل واحد قاعد في اوضه بعيد عن الثاني. لكن بيقعد عفوا عدد كبير جدا في مكان مفتوح. صحيح. يعني قدر الله لو واحد مصاب، طب انت كانك بتقول بقى مفيش اي اجراءات نهائي. طب انت سمحت له ينام جنب الثاني وياكل ويشرب وكده. فقلنا ايه؟ الوضع السنه دي يا اخي عمر بيتك انت بقى بالقران، انت بتصلي الفروض في الجامع وبتصلي التراويح في الجامع، اجعل لبيتك نصيبا من التهجد بالليل بينك وبين ربنا، اقرا قران، اقعد اذكر ربنا، ادعي، اجعل شيئا من الاخلاص الفردي. خلي بالك اللي عايز يعني كل هدف يا سيادة الوزير هدف صحي طبعا الوقاية. طبعا في ظل الضوابط الصحيه التي لا زالت قائمه. أشكرك دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشكرك شكرا جزيلا. النهاردة كان في حكم على الإرهابي محمود عزت في قضية اقتحام الحدود الشرقية، والنهاردة مسلسل الاختيار وضح لنا جزء من الحقائق. فكان الحكم النهاردة على محمود عزت اللي كان قائم بعمل الإرهابي محمد بديع وعمل مرشد جماعة الإرهابية الإجرامية. أصدر مستشار محمد شيرين فهمي النهاردة، وكان له يعني في البداية كلمات مهمة جدا ورسائل نارية وجهها مستشار محمد شيرين فهمي للإرهابي محمود عزت وللجماعة، جماعة الضلال والإفك والتخوين والخيانة، جماعة الإخوان. ماذا قال مستشار محمد شيرين فهمي النهاردة وهو ينطق بالحكم على الإرهابي محمود عزت؟ نتابع. خائن الوطن هو الذي يتعاون مع التنظيمات الحزبية والمنظمات الخارجية يحرضها ضد دولته ويمدها بالمعلومات والتقارير، ويؤثر أن يكون خنجرا موجها
في ظهر الوطن. خائن الوطن هو الذي يبيع وطنه ويخون ضميره من أجل تنظيم خاسر وحزب خائب. خائن الوطن هو الذي يحب الفرقة ويكره الاجتماع، يحب التباغض والتنافر ويكره التلاحم والتراحم. فالنميمة غذاءه والكذب سلاحه والغدر والخيانة طريقة. خائن الوطن لا تجد له ولاء ولا انتماء مهما زعم خلاف ذلك وتغنى به ليل نهار. فالمواقف تكشفه والمحن تظهر خباياه والواقع يجلي حقيقته الكاذبة. فالخيانة مرض عضال لا تخفى علاماته ولا أعراضه مهما تصدر صاحبها وتخفى. من يخون وطنه تلفظه الأرض وتأباه الأوطان، ومن يخون شعبه وأمته وأهله وأصدقائه حقا لا يجار ولا يؤتمن ويعامل باحتقار، وسيعيش أبد الدهر متأطئ الرأس والعينين مكتسي ثوب الخزي والعار والانكسار. إن أعداء مصر لم يجدوا وسيلة للميل منها، ولكنهم نجحوا في الوصول إلى بعض ضعاف النفوس ووضعوا في أيديهم عيدان الثقاب وأواني البنزين، لاعبين على أعز ما يملكه الإنسان وهو دينه، فجعلوا من الدين سلعة يتاجرون بها، فباسمه يقتلون وباسمه يخربون وباسمه يخونون. حاولوا أن يجعلوا من مصر أرضا للإرهاب والموت، وهي أرض للسلام وموطن للأنبياء. وأقول لهؤلاء: من لا خير له في وطنه لا خير له في دينه. فمنذ إنشاء جماعة الإخوان عام 1928 وهي تعمل بهدف استراتيجي هو الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة، وتم إنشاء التنظيم العالمي للجماعة تحقيقا لذات الهدف. وضم هذا التنظيم حركة المقاومة الإسلامية حماس، والتي نص ميثاق إنشائها في مادته الثانية على أن حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان. وفي إطار مخطط دولي لتقسيم مصر والمنطقة العربية لدويلات صغيرة على أساس مذهبي وديني وعرقي، بدأ تنفيذ خطوات المؤامرة تحت اسم برنامج الديمقراطية والحكم الرشيد، حيث أعدت إحدى الدول الأجنبية مؤتمرا أصدرت في ختامه توصيات للحكومة المصرية بضرورة السماح لجماعة الإخوان بالمشاركة في الحكم. فاستخلت جماعة الإخوان الفرصة وبدأت في التحرك لتغيير نظام الحكم في مصر وتنسيق العمل في كيفية الإعداد المسبق لتنفيذ غرضهم في الوصول إلى الحكم. فعقدت عدة لقاءات بالخارج مع عناصر أجنبية تم رصدها وإعداد تقارير رسمية عنها، أرفقت بالأوراق، واتفقت الجماعة الممثلة في أعضاء مكتب الإرشاد ومنهم المتهم السيد محمود عزت مع التنظيم الدولي للجماعة وقيادات حركة حماس الفلسطينية والعناصر البدوية التكفيرية بسيناء، وبمعاونة بعض الدول الأجنبية
على تنفيذ مخطط يستهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في مصر، تحقيقا لأهدافهم التي تلاقت على إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، لوضع نظم جديدة بالمنطقة تكون مرتبطة بها وتخدم مصالحها ومصالح الدول الأجنبية. حكمت المحكمة حضوريا أولا بمعاقبة السيد محمود عزة إبراهيم بالسجن المؤبد عما أسند إليه، ثانيا بمصادرة أجهزة الهواتف المحمولة المضبوطة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة وألزمت المحكوم عليه بالمصاريف. رفعت الجلسة. تعالوا ناخد جولة في شركة الإسكندرية للزيوت، نشوف إزازة الزيت اللي فيه التموين، الزيت اللي موجود فيه على بطاقات التموين، نشوف الرحلة ايه اللي بيتم، الزيت اللي بيقدم او اللي بياخده الاهالي اللي عندهم بطاقات تموين، هل ده زيت كويس؟ يعني نسبة النقاوة بتاعته او هل متميزة ولا لا؟ هل بيبقى درجة بتاعته قد ايه؟ العدد الناس بتشتغل في هذه الشركة، ده الزيت اللي هو على بطاقات التموين. تعالوا نتابع بعض هذا التقرير مع الزميل محمود حافظ وفاصل أخير وعود لحضراتكم. في إطار متابعة ما تقوم به الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية من جهود لتوفير احتياطيات من السلع الغذائية الأساسية، قامت كاميرا على مسؤوليتي بجولة تفقدية داخل فرع مصنع الأسكندرية للزيوت والمنظفات بكفر الزيات لنتعرف معا على مختلف منتجات الشركة وكذا احتياطيات الدولة من الزيوت. عدد المواطنين المستفيدين من التموين حوالي 64 مليون مواطن مصري، على الأقل 64 مليون إزازة زيت بيتم إنتاجهم شهريا من هذه المصانع اللي تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. احنا عندنا الحمد لله احتياط استراتيجي من الزيت بيصل إلى 6 شهور. سعر الإزازة على بطاقة التموين الحمد لله وسعر تنافسي جدا، 8/10 عاملة 21 جنيه، 1 لتر عاملة 25 جنيه، أقل من الأسعار بره، من مش أقل من 5 إلى 7 جنيه، يعني ما زالت الدولة أيضا بتتحمل في كل إزازة زيت دعم من 5 إلى 7 جنيه زيت. الحمد لله الشركة العامة والمصرية تابعين للوزارة، لشركتين الجملة، مغطيين كل احتياجات بطاقة التموين، وبيتم احتياجاتنا كلها من الزيت التمويني بيتم إنتاجه من الشركات اللي تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. فالحمد لله احنا النهارده في جولة على الأرض. مصر كلها استهلاك الزيت فيها 2.6 مليون طن، ده الاستهلاك السنوي للزيوت، بيزاد بنسبة 3% سنويا طبقا للزيادة السكانية. شركة اسكندرية للزيوت لها 4 مصانع بتنتج 500 طن يوم بطاقة 15,000 طن شهري، ده بيتسلم للبطاقات التموينية. إجمالي شركات القبضة بتنتج في حدود 65,000 طن شهري، وهو ده اللي بيغطي البطاقات التموينية. ننتج على الأقل 200 طن يوم علف حيواني كل يوم، كل بنخلطه مع النخالة ومع الذرة والمستخلص بتاع بذرة القطن نطلع 200 طن علف في اليوم. بعد كده احنا بنخش على صناعة الصابون، عندنا مصنع صابون بيشتغل صابون غسيل، في طبقات من الشعب بتاخد صابون غسيل وصابون مطبخ وكلام من ده، بنطلعه لك حسب كل واحد حسب ذوق، بدءا من الصابونة ام جنيه للصابونة ام 5 جنيه، وعندنا صابون غسيل، عندنا منظفات صناعية عادية عالية الرغوة بيسموها العادية اللي بتطلع رغوة كتير، والأوتوماتيك اللي ما بتطلعش رغوة، وإحنا بنعمل العادية والأوتوماتيك. يستغل المصنع نواتج عمليات عصر بذور القطن والصويا وكذا نبات دوار الشمس، حيث يقوم بتصنيع هذه النواتج داخل مصنع للأعلاف داخل الشركة. طبعا في فن زراعة موجود معانا بيتابع الوزن، بيتابع الجودة، واخد بال حضرتك، على اساس بيشوف الاوزان بتبقى مظبوطه مظبوطه، في نسبه بروتين بتتحلل، لان عندنا البروتين هنا في 11 في 14%، فلابد من تحليل البروتين بصفه دوريه على كل لوت بيطلع، والنتيجه بتاعته بتبان، ويبان في مشاكل او مفيش مشاكل. فدي طبعا الحمد لله العمليه دي كلها متابعه تبع الزراعه هنا وتبع المعمل، بحيث الحمد لله كوزن كجوده مفيش اي مشكله. محمود حافظ لبرنامج على مسؤوليتي. We'll be right back.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا، اشوفكم بكره ان شاء الله، تصبحوا على الف خير.